هذاك فاطمه الزهراء عجينه وحده خرجتي من هذوك الشكيلات ولا مختلف؟ غير عجينه وحده وتندير النكهات مختلفين والمراش مختلفين والمريسمات مختلفين ودوك لي بلاكيت ديال الشوكولا دابا راه متوفرين بكثره في 200 غرام ديال الزبده ديال الماكله ماشي ديك ديال ماشي مانغارين ماشي ديال الماكله ديك الاخرى اللي تيكون الكاغي تاعها ازرق ف 100 غرام ديال السكر كلاصي جوج اسبارت البيض وهنا النسمة اللي بغينا اختي سناء بحال ديك الخضر انا اللي صيفط لك درت فيه النكهه ديال النعناع واحد اخر درت فيه النكهه ديال الزهر اللي فيه لاباط ديال التمر من الوسط داك اللي على شكل هلال حيت الزهر والتمر كيجيو زوينين الاخر اللي درت فيه الشكل ديال المرايه درت فيه النكهه ديال القهوه كديري هذاك يعني المنكه اللي فيه اللون ولا ولا والمذاق المركز ماشي داك اللي كيكون القريعات ماشي دوك القريعات الصغيورين لا المركز اللي كيكون ثقيل باش نخدمو كيتباع بالعبار الحلاوي ديال لاكريم تيتباعو بالعبار راه قريعات تيديرو 5 دراهم واخا هاد صابيع اختي سناء راه ديال المناسبات وكيف فعلا رائع فعلا عندك الحق لانه هادوك شكيلات تبارك الله ديال المناسبات كنت كنشوف يعني حلاويات ديال اسفي كانوا كيخدموا يعني بهذا نفس العجين ديال الصابلي وبالمريشمات مختلفين هادوك خدمتهم انا مؤخرا فاش كنت مسافره نهار راس العام كان واحد المغياج درت هادوك طلبوا لي دوك لي بلاطو في غير لي صابلي وديال لاباط داموند بوحدهم واخا اذا قلتي لنا المنكهات النعناع ودرتي الزهر ودرتي القهوه والقهوة كاينة الفاني اي المهم حنا نعرفوا كيفاش غادي نخدموهم النكهة اللي بغينا حنايا ديال النعناع تيجيو رائع اي حاجة كاع هادوك اللي كنقول لك تيجيو زوينين في اللوغو ديالهم وبالنسبة للاباط ديال التمر تندير داك التمر تناخدو الا ما صاوبتهاش في الدار تناخد ديك الاخرى اللي تتكون واجدة من الباكية ديال التمر اللي كتكون ايه واجدة معجونة تنزيد لها شويه ديال القرفه شويه ديال المسكه الحره غير باكيه وحده غير صاصي واحد تيكونوا فيه باس 6 حبات حتى الخمسه تنطحنهم تندير معلقه وحده ديال ما زهر حيت صابلي عندنا فين النسمه ديال ما زهر تنعجنوه وتنديروا فيه معلقه ديال الزبده باش يجينا ساهل في الطلاق ديالو حيت هو في الغالب هذاك العجوه ديال التمر اللي كتكون واجده كيكون شويه ناشف ماشي بحال كتكون ناشفه تديروا فيها غير معلقه وحده ديال الزبده واخا تنطلقوه بالمدلك تنعجنوها مزيان تنطلقوها بالمدلك تنبداو نقطعوا بالمرسم انا درت الهلال قطعت على شكل الهلال ولصقت تيلصق هو الراس وما نحتاجوش نديروا له شي حاجه في العجينه قلتي لنا 200 غرام ديال الزبده ديال الماكله يعني ديال اللي الغلاف ديال ازرق يعني ماشي الاخرى و100 غرام ديال السكر كلاصي وجوج صفار ديال البيض والدقيق على حسب الخليط والدقيق على حسب الخليط ما فيش الخمارات ما فيه حتى حاجه واخا ما تيجيش هذا اختي سناء دابا ملي تنقطعوه بالمرشم وتندخلوه الفران تيبقى شاد هذيك لافورم ديال المرشم ما تيتكسكش لينا ولا تيعواز كيبقى كيف ما هو عندنا دابا وديك الوريده اللي درت من الفوق ديال التمر انا درتها بلاباط سكر دابا العجين ديال الصابلي والعجين ديال التمر ياك اها وبالنسبه ملي كنعجنوا مثلا هاد الصابلي ونوجدوا العجينه ديال التمر هذيك غادي نقطعوها بالمرشم ونفس الشكل غادي نقطعوا به صابلي باش يجيو نفس باش يجيو نفس المهم حنايا عندنا المرشم باش قطعنا صابلي غنقطعوا بها التمر اييه وغير هو ماشي كلهم فيهم التمر لا ماشي كلهم غير ديال الهلال ديال الهلال اللي فيها الزهر اللي فيها تنسيمه ديال الزهر منكه ديال الزهر مع العقده ديال التمر وبالنسبه للاخرين بحال دابا مثلا هذاك ديال النعناع اللي فاش نسمتي العجينه يعني بالنعناع بالمنسم ديال النعناع اييه الشكل اللي درتي ومعمرتيه بشي حاجه من الوسط ولا لا 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 ما عامر بحتى حاجه صافي انا هذيك راه غير قطعه وحده ديال صابلي وفيها ديك الورده الفوق ديال الشوكولات ابيض
وفيها ديك لي فخوي كونفي تنديكوريو بهم اللي ما بغاهمش يدير الجليكوز او لا ناباج بسيكولورون ويلون ويكبهم وسط ديك الحفاره. عرفتي شنو غادي نديرو فاطمه زهر؟ دابا عطيتينا العجينه ديال التمر ياك، عطيتينا العجين ديال الصابلي، هادو اللي غادي نخدمو بهم صابلي. نمشيو دابا للتزيين. دابا حنت درتي المنكيه، درتي النعناع، درتي الزهر، عجينه قسمتيها درتي فيها القهوه او الفاني، المنسم اللي بغينا. بالنسبه للتزيين باش ما يحيروش المستمعات، بحال دابا مثلا الشكل شنو باش ممكن، كيفاش ممكن نزينوه؟ الشكل انا نهضر على واحد اخر هذا ديال النعناع. ملي طيبته وخرجته من الفران انا جبت الشوكولاط ابيض ذوبته وتنديرهم في دوك لي بلاكيطات ديال البلاستيك ديال الشوكولاط، تنخليهم في فريغو ديال حتى يجمدوا، تنخرجهم تنلصقهم بالجليكوز هكذاك. ندهنوا العجينه شويه بالجليكوز ونلصقوا داك الشوكولاط الابيض اللي درنا. داك الشوكولات من بعد ما تيكون صابلي طايب. طايب اييه وبارد اييه، وهاد الصابون. وبارد وديك ال هادي ديال النعناع اللي عطيتينا بالنسبة ديال النعناع. بالشوكولات البيض واخا. بالنسبة لدوك الوريدات الأخرين راه غير صابلي، هذاك اللي لتحت راه غير صابلي، اللي تيشوفوا تيسحبوا راه الشوكولات كامل هو راه غير صابلي. ودرت ليه هذاك، درت ليه الفاني. ودرت له البودرة البيضاء. بس يعطيني لا كولور بلون بحالو بحال الشوكولا. ودرت ديك الوريده من الفوق كيف ما صيفط لك، والاخرى اللي لصقت درتها بلا باتيك. واخا وتنديروا لهم شويه ديال الزق اللي تاع هذا ديال المناسبات، ديال المناسبات. ممكن اننا نضيفوا لهم العقيق. كل وحده والاختيار ديالها. هذيك بالنسبه للفواكه المعسله اللي قلتي تزين، شنو كيفاش دهنتي باش الفواكه المعسله؟ تنساليو تنلصقوا الوريدات ديالنا كاملين، تنهزو مقص، تنقطعوا لي فخوي كونفي ديالنا دوك الخضر والحمر، وتنبداو نديرو وحده خضراء وحده حمراء وحده خضراء وحده حمراء. اللي ما بغاهمش تيديروا الجليكوز تيقسموه على جوج، وتنديروا في واحد كولورون خضر واحد كولورون احمر بالنكهه اللي بغينا حتى هو. وتنبداو نهزو شويه، انا تنخدم بواحد السرنج وتنبدا ندير شويه بشويه. اييه كنوع من التزيين، الله يعطيك الصحه. مهم كتبقى القاعده هو عجين ديال الصابلي، وبالنسبه للتزيين راه خاص نحطو قدامنا المرشم، المراشم يعني باشكال، ونحطو كذلك الشوكولات البيض والاسود ويعني الحوايج اللي غادي نزينو بهم. الله يعطيك الصحه. الحوايج اللي غادي نزينو بهم. ودابا اختي سناء راه متوفرين مراشم بزاف. ايوه فعلا تبارك الله، حتى الناس اللي ولاو كيبيعوا هاد، المواد الحلويات يعني تبارك الله على بال، يعني ملي كتسولهم يعني كيجاوبوك واخا اشخاص عاديين، ولكن تبارك الله فاهمين يعني هادشي اللي تيبيعوا. فعلا وحنا الحمد لله في مدينه كازا عندنا كل شيء، اي مرسم طلبتيه ستلقيه. فعلا الحمد لله.